المعارضة المسلحة للسلاح الكيماوي، كيف ترد على ذلك؟ السلام عليك وعلى مشاهديك الكرام والرحمة على الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والشفاء العاجل لسيادة العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر، واللعنة على عصابة بشار الأسد يا أستاذ مهند أنا أحترم قناتك يا أستاذ مهند. أستاذ مهند أنا أحترم قناتكم. اسمح لي دكتور سليم سأتعامل مع الوضع. هذا الأزعر. لا 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 يا دكتور سليم ويا أستاذ عمار، لو سمحتوا لي أرجو أن نبقى في الموضوع ونبتعد عن استخدام التجريح الشخصي. يعني أود أن أسمع منك إجابة واضحة ومباشرة يا أستاذ عمار، هل هناك تعليق لديك على مسألة استخدام المعارضة المسلحة للسلاح الكيماوي باختصار وبشكل مباشر؟ أولا نحن حذرنا مجلس الأمن والأمم المتحدة ودعونا جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الإصابة التي تقصف الشعب السوري بكل أطيافه، تقتل الأطفال أمام الأفران، تقصف الشعب السوري بصواريخ سكود. طيب لحد الآن لم تجب على سؤالي. الخبز في تلكلخ يا أستاذي، اسمعني فقط أذكر لك بعض المعلومات التي قامت فيها. نحن ندرك هذه المعلومات أستاذ عمار، أنا أود أن أستمع منك إلى رد على مسألة السلاح الكيماوي تحديدا. السلاح الكيميائي خرج من صواريخ سكود التي تخرج من الناصرية من دمشق باتجاه حلب، ونحن ندعو إلى لجنة تحقيق دولية لكشف ما يحدث الآن. هناك أكثر من 70% من الأطفال في حلب مصابين بالوباء الأصفر جراء هذه الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام. النظام بعد أن وجد أن المجلس الأمن والأمم المتحدة تركته يعبث في الشعب السوري من استخدام الطيران واستخدام الصواريخ، ولم تطلق أي تصريح يقف تجاه هذه العصابة، لذلك قام باستخدام الأسلحة الكيميائية. نحن لدينا أدلة على ذلك، استخدمها في تلبيسها واستخدمها في الرسن في المرات السابقة، وقام بتسميم الخبز في تلكلخ. نحن حذرنا من ذلك، ونحن لا نملك أسلحة كيميائية. الأسلحة الكيميائية طيب. هي الأسلحة التي قامت بقصفها إسرائيل أثناء تهريبها من البحوث العلمية من دمشق باتجاه لبنان، هذه موجودة على الإعلام وعبر الأقمار الصناعية وللجميع. ماشي. الأسلحة الكيميائية استخدمها النظام وذلك لنشر الفوضى، ولأنه يعلم أن المجتمع الدولي لا يقف تجاه هذا التمرد وهذا التوغل بالقتل تجاه الشعب السوري. طيب دكتور سليم، ما رأيك استخدام صواريخ سكاد يعني نشر أو لاستخدام السلاح الكيماوي بواسطة صواريخ سكاد في منطقة حلب تحديدا، كما قال السيد عمار 70% كما يقول من أطفال هذه المنطقة مصابون بداء الوباء الأصفر، ما رأيك؟ يعني أنا يا أستاذ مهند والله أحترمك جدا وأحترم قناتك من خلالك. شكرا. وأرجو رجاء الحار مرة أخرى أن لا تستضيفوا ليكون معي واويات خانت بلدها وشرفها وعرضها يا دكتور سليم. أرجوك أو سمحت لي إذا سمحت أرجوك يا أستاذ مهند أنا لا أدخل في سجالة ولا أعلق عندما استخدم التجريح الشخصي، وأود رجاء خاصا أن تلتزم بنفس الشيء يا دكتور لو سمحت لي. يا سيدي، أولا نحن نقول ونؤكد مرة أخرى، والله لدينا ما قبل سكاد عائلات وما بعد سكاد عائلات، نحن لم نستخدم صواريخ سكود، هذا أولا. ثانيا، نحن لا نخجل ولا نخشى ولا نخاف أن نواجه هذا الإرهاب بما يستحق. ولو أننا استخدمنا صواريخ سكود أنا أقول لك أننا سنواجه هذا الإرهاب حتى بأقل مما يستحق وبأقل مما تواجهه دول العالم. طيب. نحن لم نستخدم صواريخ سكود، ما زلنا نستخدم صواريخ عادية أقل من سكود بكثير، هي راجمات صاروخية وليست صواريخ سكود، يعني هي مدفعية صاروخية. وأنا أقول لك بمنتهى الصراحة أيضا أن صواريخ سكود والقدرة الاستراتيجية السورية لم يكشف عنها الغطاء إلى هذه اللحظة في مواجهة عدوان يتهددنا في كل لحظة، وهو الآن يعيش حالة هستيريا، هو العدوان الصهيوني. أما ما يعني يتشدق به ضيفك من اسطنبول، هذا هراء، هذا لا يمكن أن يرد عليه. أهالينا في حلب الآن
يخرجون بالآلاف مظاهرات لطرد هذه العصابات الإرهابية. هؤلاء هم القتلة للشعب السوري، هؤلاء هم الذين يقطعون خطوط الكهرباء ومحطات الكهرباء ويدمرون المخابز ويدمرون المساجد والمدارس وكل سبل الحياة. هؤلاء يعني أود أن أسألك عن مسألة التحقيق الآن. مسألة التحقيق، هناك دعوات لإجراء تحقيق في هذا الشأن. الحكومة السورية أيضا رحبت بتحقيق من هذا الشأن، بل دعت له. موسكو تقترح أن تكون موجودة هي والصين وربما أطراف أخرى في مثل هذا التحقيق. هل برأيك هناك إمكانية فعلية لإجراء تحقيق محايد بمشاركة دولية فاعلة للتحقق من هذه المسألة؟ أنا أقول لك يعني إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ويسارع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وأرسال لجنة تحقيق موضوعية محايدة من الأعضاء، نحن لا نقول فقط الروس والصينيين، من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، تتبين مخاطر استخدام هذه العصابات للسلاح الكيميائي، فأنا أقول لك أنها ستزداد غيا وتزداد شراسة وستزداد استخداما لهذا السلاح الكيميائي، وهذا يهدد الشعب السوري ويهدد المنطقة على إطلاقها. هذه العصابات الإرهابية لا تعرف لا قيما ولا أخلاقا ولا عرفا ولا قانونا، لا دوليا ولا قيميا ولا أمميا. لذلك الآن نحن نطالب بشدة وبإلحاح المجتمع الدولي أن يرسل لجنة التحقيق، لكن لا تكون لجنة التحقيق مسيسة. يعني لم نسمع بسيناريو أو بمسرحية لجنة التفتيش حتى طلبت الحكومة السورية هذه اللجنة، وكأنها تريد إرسال لجنة التفتيش للبحث عن أسلحة كيميائية وغير أسلحة كيميائية وعن كل مواطن القوة كما حصل في العراق. طيب. وكانت ذريعة لاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ب 2003. طيب دكتور سليم ابقى معي إذا سمحت لي، سأشرك معنا من الدوحة الأستاذ خالد الصالح الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري. أستاذ خالد مرحبا بك. مسألة السلاح الكيماوي هل هي مطروحة في قمة الدوحة أم أن هناك قضايا أخرى لها الأولوية؟ أستاذ خالد تسمعني؟ أستاذ خالد تسمعني من الدوحة؟ طيب يبدو أن الأستاذ خالد لا يسمعني. أستاذ دكتور سليم دعني أعود إليك بالشق السياسي من هذه الأزمة، ما يجري الآن في الدوحة من وجود الائتلاف الوطني السوري على مقعد سوريا بشكل رسمي هذه المرة، هل برأيك هذا تطور إيجابي أم تطور سلبي فيما يتعلق بإمكانية تفعيل أي حوار سياسي وحل سياسي لهذه الأزمة؟ أولا يا أستاذ مهند دعني أقول أنها سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة العربية والقمة العربية والعمل العربي المشترك، وهو خروجا فاضحا عن ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العمل العربي المشترك، وأنا أعتقد سيكون له تداعيات خطيرة جدا على الجامعة العربية، وأنا أعتقد أنه المسمار الأخير في نعش الجامعة العربية والعروبة هو العمل العربي المشترك. ثانيا أنا أعتقد هذا الأمر يعني في سياقه السياسي والأمني بآن معا، يعني عندما يعطى هذا الذي انتخب رئيس حكومة هيتو وهو أمريكي الجنسية وزار إسرائيل 37 مرة وهو يمثل الإخوان المسلمين هذا الفكر المتطرف الذي لا يريد حوارا ولا يريد عملية سياسية وما زال يراهن على التدخل العسكري إلى هذه اللحظة ويتناغم مع الجامعة العربية بزيادة التسليح لهذا الإرهاب الموجود في الداخل السوري، أي بمعنى هؤلاء لا يريدون الحل السياسي، وبالتالي تسليم مقعد سوريا في الجامعة لهذا الشخص أو لهذا الائتلاف يعني مزيدا من سفك الدم السوري، يعني مزيدا من تشتيت العمل العربي المشترك. لكن بالمحصلة يعني كتداعيات أنا أقول لك هذا الأمر لا يكفرنا بالعروبة، وهذا الأمر لا يزيدنا إلا تمسكا بالعروبة وتمسكا بالعمل العربي المشترك وإصرارا على الحل السياسي والعملية السياسية، سيما أنه اليوم ويوم أمس كان في دمشق أيضا مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن مؤتمر طهران، وكان فيه أكثر من 500 شخصية تمثل كثير جدا من أطياف المجتمع السوري، وكان السقف عاليا، وكان البيان الختامي أيضا أن الحوار هو خيار استراتيجي والحوار مطروح بلا شروط أساسا. وأنا أقول لك وبمنتهى الموضوعية والثقة، وأنا حضرت المؤتمر، والله كان السقف عاليا ربما أكثر حتى من المعارضة الخارجية، لكن حقيقة عالي إلى أي درجة دكتور يعني بمعنى هناك إرادة وإدارة سياسية سورية للخروج من الأزمة السورية. لكن على ما يبدو الجامعة العربية بعد أن احتلت من قطر وقطر محتل قرارها من الولايات المتحدة دكتور الأمريكية سليم قبل أن نفقد الاتصال معك أود أن أسمع عن هذا السقف العالي الذي تحدثت عنه، يعني عندما تقول السقف كان عاليا في هذا المؤتمر إلى أي درجة يعني مثلا؟
يعني يعني هل تريد أكثر من أن البعض ممكن أن يطالب بإسقاط النظام في داخل هذه الجلسة ويحترم رأيه ويقدم مبرراته؟ يعني هل يمكن أن يكون أكثر من ذلك؟ ويعني تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الموضوعية وبمنتهى الديمقراطية وبمنتهى الحوار، وعبر عن وجهة نظره، لكن لم يحقق حقيقة إلا حالة ربما قليلة جدا لا تمثل الموجودين. لذلك نحن نقول عندما طرحنا الحوار لا نخشى من الحوار ولا نخاف الحوار. والله الذي يرعبه الحوار ويخشى الحوار ويخاف الحوار ويرفض الحوار إما مجنونا وإما مرعوبا من الحوار، وإما كما قلت لك خائنا وإما حاقدا. يعني الذي يقول أن لديه برنامج سياسي وطني ولديه قاعدة شعبية، أنا أعتقد المصلحة الحقيقية له وللسوريين أن يأتي إلى طاولة الحوار ويحرج السوريين ويحرج النظام ويأخذ بصناديق الاقتراع الحق الذي يتمناه أو يمكن أن يتوهم أنه يحققه. شكرا جزيلا لك دكتور سليم حرب، الباحث الاستراتيجي والعسكري، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. الآن نعود مرة أخرى إلى الدوحة مع الأستاذ خالد الصالح الناطق باسم الائتلاف الوطني. أستاذ خالد مساء الخير، ربما استمعت إلى بعض ما دار في الحوار قبل قليل، مسألة تسليم المعارضة ممثلة بالائتلاف الوطني مقعد سوريا الرسمي في الجامعة العربية، هل هذا من شأنه أن يسرع حل الأزمة السورية أم يزيد من سفك الدم السوري كما قال الضيف قبل قليل؟ شكرا لك. تصحيح سريع، أنا لست الناطق الرسمي باسم الائتلاف وإنما مدير المكتب الإعلامي في المجلس الوطني والائتلاف الوطني السوري. حقيقة تسليم مقعد الجامعة العربية سيساعد في إنهاء العصابة المجرمة المتمثلة في بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية الموجودين الآن الذين سيطروا على يعني قلة قليلة من الأراضي في سوريا. بشار الأسد أعطي فرصا كثيرة، سواء لكي يتحاور مع السوريين، سواء لكي يخرج من البلاد وينجو بجلده، ورفض. آخر فرصة أعطيت لبشار هي المبادرة التي أطلقها السيد الأستاذ أحمد معاذ الخطيب، وبدلا من أن يعني يفكر بشار والعصابة الذين حوله، بدلا من أن يأخذوا هذه كفرصة حقيقية لكي ينجو يعني من المصير المحتمل الذي يراه الجميع، بدلا من ذلك هم رفضوا هذه المبادرة. الأستاذ أحمد معاذ الخطيب وضع شروطا حقيقة تعتبر يعني بكثير من المقاييس شروط بسيطة جدا مقابل مطالب الثوار، ومع ذلك عجرفة النظام ويعني انفصاله عن الواقع أدت به إلى أنه قرر أن يتجاهل هذه المبادرة فرفضها. أظن الآن تسليم مقعد الجامعة العربية هذا سيساعد، أولا تسحب الشرعية بشكل كامل عن بشار الأسد والمجموعة الذين حوله، ثانيا هذا سينزع الشرعية الدولية عن العصابة المجرمة، سيساعدنا الآن في إيصال الإغاثة إلى أكثر من 60% من أبناء الشعب السوري الذين لا تصلهم أي نوع من أنواع الإغاثة، أو إذا وصلتهم الإغاثة فهي تصل بشكل قليل، سيساعدنا في تسليح الجيش الحر، شباب الجيش الحر حيث يعني أثناء حديثنا الآن هم يعني دباباتهم تدخل المتحلق الجنوبي في دمشق الانتصارات. إذا نحن نتحدث أستاذ خالد يعني عن هذه الخطوة، خطوة تسليم المعارضة مقعد سوريا، أنها ستسرع من تصعيد الجانب العسكري من الحل للأزمة السورية. والله يا أخي احنا حاولنا أن نحل المسألة سياسيا، حاولنا مرارا وتكرارا، لكن نظام الأسد يعني في كل يوم يخرج علينا ويقول نحن نقبل المبادرات ونقبل الحوار، يطلقون صواريخ السكود على المدنيين الآمنين، فأنا أسمع كلامهم ولكني أرى أفعالهم، وهذا الذي يراه الشعب السوري. يعني الأمر أصبح واضح، ويعني حتى أصبحت يعني أمر سخيف حتى عندما يخرجون ويتحدثون عن الحوار والمفاوضات. نحن ما لدينا أن يعني كشخص مجرم دخل إلى بيت آمن، اختطف السكان، والآن الشرطة تحاوطه، هذه شرطهم شباب الجيش الحر، فماذا ينتظرون منا؟ أن نجلس مع هذا المجرم الذي يحمل البندقية أو المسدس إلى جانب رأس كل مواطن سوري ويطلبون منا أن نحاوره أو نتفاوض معه؟ هذا أمر غير مقبول من الجميع. طيب أستاذ خالد، مسألة استقالة الشيخ معاذ الخطيب يعني كيف برأيك ستؤثر على مداولات القمة العربية فيما يتعلق بالملف السوري تحديدا؟ وهل لك أن تؤكد لنا أن السيد الخطيب ربما يعود عن هذه الاستقالة كما تردد اليوم؟ حقيقة الأستاذ أحمد معاذ الخطيب وصل إلى قطر، وصل إلى الدوحة يعني قبل حوالي 3 ساعات، هو يترأس وفد الائتلاف الوطني السوري إلى هذه القمة العربية، إلى مؤتمر الجامعة العربية.
هنالك ضغط شديد حقيقة على الأستاذ أحمد معاذ الخطيب كي يعدل عن استقالته. الأستاذ أحمد معاذ الخطيب يعني يشعر بالألم لكل نقطة دم تراق في سوريا، وأنا يعني أعرف الكثير من السياسيين، لكن حس الأستاذ أحمد معاذ الخطيب بالمسؤولية كان كبير، وصدم يعني أقل يعني كلمة حتى ربما كلمة صدم أقل مما يعني وصف حاله، صدم بقرارات مؤتمر دبلن، يقول لي يعني نحن نذبح ليل نهار، والأوروبيون حتى الآن يعني مترددين في دعم أبناء الجيش في أبناء الوطن في الأبناء السوريين ودعم أفراد الجيش الحر، فهذا كان سبب الاستقالة. في النهاية الائتلاف الوطني السوري قيادة الائتلاف اجتمعت البارحة قررت عدم قبول استقالة الأستاذ أحمد معاذ الخطيب، حولت الموضوع للهيئة العامة. يعني من حديثي مع الكثير من أعضاء الهيئة العامة حقيقة هم غير راضين باستقالة الأستاذ أحمد معاذ الخطيب، يرون أن قيادته حقيقة ساهمت في توليد الحكومة المؤقتة، وأنا لا أظن في كل أحوال الائتلاف هو مؤسسة، يعني حتى إذا أصر الأستاذ أحمد معاذ الخطيب على الاستقالة الائتلاف سيستمر، ولكني أتوقع وكذلك آمل أنه سيستمر على رأس هذه المؤسسة. شكرا لك الأستاذ خالد الصالح مدير المكتب الإعلامي في المجلس الوطني والائتلاف الوطني، كان معنا مباشرة من الدوحة. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من حلب الأستاذ عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر. أستاذ عمار مرحبا بك، أعتقد تمكننا من إصلاح الاتصال بيننا وبينك، كنا نتحدث عن مسألة السلاح الكيماوي، هل أنتم مستعدون بالفعل أن يكون هناك لجنة تحقيق دولية محايدة تضم أعضاء مجلس الأمن الدائمين كما هو مقترح حاليا؟ نعم أستاذي العزيز، نحن منذ زمن طويل طالبنا بتدخل دولي وطالبنا بلجنة تحقيق دولية، وهناك الأقمار الصناعية تصور وقناتكم أيضا الفاضلة لديها مراسلين في كل أنحاء سوريا تدرك وتصور كل ما يحدث من جرائم تقوم بها عصابة بشار الأسد وزبانيته من الحرس الثوري الإيراني ومن جماعة مقتدى الصدر ولبنان. أنا أقول لك أن هناك أطفال أكثر من 50-70% مصابون الآن بالوباء الأصفر، وهناك أمراض كثيرة جراء هذه الصواريخ وجراء هذه استخدام هذه الأسلحة. هناك تقرير دولي يؤكد أن النظام منذ فترة قام بتحويل بعض الأسلحة من البحوث العلمية الموجودة شمال دمشق باتجاه لبنان، وقام الطيران الإسرائيلي بقصف هذا المكان ولم يرد هذا الجبان على ما قامت به إسرائيل. أيضا أقول لك أن البحوث العلمية الموجودة الآن في منطقة حلب في منطقة السفيرة يقوم يوميا هذه العصابة بنقل الأسلحة الكيميائية من منطقة سفيرة باتجاه دمشق، ونطلب أيضا لجنة تحقيق دولية للتحقيق والتأكد. أقول لك أنني أنا على علم وخبرة بأن هذا النظام يملك أيضا سلاح كيميائي نوع VX، وهو من أقوى الأسلحة الكيميائية في العالم. طيب وصلت الفكرة أستاذ عمار. نعم. روسيا فقط أستاذ العزيز. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار الواوي أمين سر الجيش السوري الحر، كان معنا عبر الهاتف من حلب. الآن إلى شأن دارفور، فقد عقد مؤتمر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين السودانيين بولاية جنوب دارفور، وأكد نائب الرئيس السوداني الحاج آدم التزام الحكومة بدعم اتفاق الدوحة وتنفيذ كل بنود الاتفاقية.